تتواصل مساعي التجمع اليمني للإصلاح على أكثر من صعيد للعمل على دعم المعركة الوطنية لاستعادة مؤسسات الدولة وتفعيلها والحفاظ على الثوابت الوطنية، انطلاقا من حرصه الكبير على حاضر ومستقبل البلاد وإنقاذ الوطن من الهيمنة الإيرانية. وفي هذا السياق أكد القائم بأعمال الأمين العام للإصلاح النائب عبد الرزاق الهجري خلال لقاءاته هذا الأسبوع مع سفراء المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، أكد أن الإصلاح يدعم كافة جهود مجلس القيادة الرئاسي من أجل استعادة الدولة ودمج كافة التشكيلات تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية. كما أكد الهجري على أهمية إعادة الاعتبار لمهام المجلس وآلياته، وخاصة التوافق ورفض الاستقواء لفرض أجندة خاصة، وحشد الإمكانات للمعركة مع الميليشيات الحوثية، وإيقاف ومعالجة كل الإجراءات التي استهدفت مؤسسات الدولة وأضرت بتماسك المجلس وأضعفت مركزه السيادي، لا سيما بعد الأحداث المؤسفة التي حدثت في محافظة شبوة وأبين. وشدد على أهمية حشد كل الإمكانات لاستعادة الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية وإيقاف الانهيار الاقتصادي ومعالجة الأوضاع المعيشية للمواطنين وتوفير الخدمات لهم، وأن يطلع المجلس بدوره المتمثل في توحيد المكونات السياسية المختلفة ودمج التشكيلات المسلحة في إطار وزارتي الدفاع والداخلية. وفي 15 من أغسطس الماضي أكد نائب رئيس الدائرة الإعلامية للإصلاح عدنان العديني أن التجمع اليمني للإصلاح يريد أن يكون المجلس الرئاسي قويا لا ضعيفا، ويسعى لتقويته وتماسكه، مؤكدا أن المجلس لن يستطيع فعلا أن يتماسك إلا إذا مثل الجمهورية اليمنية بالطريقة الصحيحة. وقال العديني في مساحة نقاش على تويتر إن الإصلاح سيبقى دائما وعلى الدوام مع الدولة ومع الوطن، لأن سقوط الدولة اليمنية يعني أننا ندخل في مرحلة الضياع، لافتا إلى أن مهمة المجلس هو إدارة المعركة سلما وحربا مع العدو الحوثي. وفي ذات السياق حذر عضو الكتلة البرلمانية للإصلاح النائب علي عشال من الانحراف عن أهداف إعلان نقل السلطة في البلاد، مؤكدا أن ذلك سيقود البلاد إلى التشظي، مؤكدا بأنه إذا ما لم تكن واحدية التوجه والمسار والهدف والغاية لدى قيادة البلاد فلن نجني إلا الخيبات. وتأتي مواقف الإصلاح وتصريحات قياداته لتترجم حرص الإصلاح الكبير على المجلس الرئاسي وعلى قوته وتماسكه، وتشدد على أهمية عدم انحرافه عن مهامه، وتدعو إلى حشد الجهود والتركيز على مهمته الرئيسية وأبرزها استعادة الدولة والقضاء على الانقلاب الحوثي والحفاظ على الثوابت الوطنية وتحسين الوضع المعيشي والخدمي للمواطنين.